السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا اليوم. موضوع النهايات، التقدير بيانيا والحساب جبريا من ضمن مراجعات المقرر رياضيات 6. سنغطي بإذن الله تعالى الدرسين الأولين من الوحدة الرابعة، تقدير النهايات بيانيا وحساب النهايات جبريا، فمتابعة ممتعة للجميع. سنتطرق اليوم إلى تعريف النهايات، ما هي النهاية؟ سنتطرق أيضا إلى النهاية من جهة واحدة، ثم سنأخذ النهاية عند نقطة في الدوال أحادية التعريف والدوال متعددات التعريف، ثم سنأخذ النهاية عند المالا نهاية في الدوال النسبية والدوال الكثيرات الحدود، ثم سنأخذ نهاية المتتابعات ونختم درسنا بالتقويم إن شاء الله تعالى. في البداية نحب أن نعرف ما هي النهاية. نهاية الدالة عند قيمة معينة تكتب بهذا الشكل: limit x تذهب إلى c، أي أن على محور x c تكون موجودة، والx تقترب من c وإنما لا تصل إليها وإنما تقترب منها بشكل كافي، للدالة f of x، هذه الدالة f of x، والناتج يكون l. أنا ما يهمني قيمة الدالة عند السي نفسها، وإنما يهمني لمن أقترب من السي من جهة اليمين ومن جهة اليسار كم ستكون قيمة هذه الدالة. فنلاحظ أن القيم كلما اقتربت من السي من جهة اليمين ومن جهة اليسار، القيم سوف تقترب للإل من على محور الواي. فكلما اقتربت من هنا واقتربت من هنا ستقترب من هذه القيمة اللي هي ال، وهذا هو مفهوم النهاية. يعني لا أبحث قيمة الدالة عند السي، وإنما أبحث عن قيمة الدالة عند القيم التي تقترب منها. لذلك أنا لا يلزمني وجود قيمة للدالة عند السي، وإنما يهمني وجود قيمة الدالة من جهة اليمين ومن جهة اليسار. فبالتالي لو كان عندي أنا مثل هذه الأشكال، لاحظ معي الشكل الأول هنا، السي غير معرفة عند أو الدالة غير معرفة عند السي، ولكن ومع ذلك النهاية حتكون موجودة. لماذا؟ لأن من جهة اليمين ومن جهة اليسار يقتربون من نفس النقطة، وسمينا هذا إذا تذكرون عدم اتصال، قابل للإزالة، قابل للإزالة. كذلك لو كانت السي معرفة ولكن في مكان مختلف، لكن نلاحظ أن النهاية لا تتأثر، لأن النهاية مرتبطة، ليست مرتبطة بقيمة الدالة عند سي، وإنما مرتبطة بقيمة الدالة عند القيم التي تقترب من سي من جهة اليمين ومن جهة اليسار. وطبعا أفضل الحالات لو كان عندي والله قيمة الدالة عند السي هي نفس قيمة الدالة عند النهاية حقتها، يعني لو أقترب أنا من سي من اليمين واليسار سوف أصل إلى نفس النقطة. طبعا هناك طرق مختلفة لحساب النهايات. عندنا اللي هو التقدير البياني من خلال الرسم، أشوف والله القيم التي تقترب من هذه الدالة من جهة اليمين ومن جهة اليسار. عندي التعزيز العددي اللي هو أسوي جدول بقيم تقترب من الاثنين، مثلا أن X تؤول إلى 2 هنا، لاحظ X تؤول إلى 2، أضع قيم تقترب من 2 من جهة اليمين ومن جهة اليسار وأشوف قيمة الدالة، ولاحظ أنها تقترب هنا من السالب 5، أو من خلال الرسم العددي أشوف أنها تقترب من سالب 5. أو الحساب الجبري اللي هو تقوم بعملية التعويض المباشر، يعني تعوض مباشرة فتقول سالب 3 في 2 زائد 1، سالب 3 في 2 يعطيك سالب 6 زائد 1 حتعطيك سالب 5. فكل الطرق تؤدي إلى نفس النتيجة، سالب 5 في سواء من تقدير بياني أو التعزيز العددي أو الحساب الجبري. فهذه هي طرق حساب النهاية. كذلك أنا عندي النهاية من اليمين، راح أرمز لها X تذهب إلى C من جهة اليمين، أحط موجب صغيرة كذا فوق السي، ومن جهة اليسار راح أحط سالب صغيرة فوق السي، فهذه معناها النهاية من اليسار. ولاحظ أنت لو كان عندك هذا اللي هو محور إكس وهذه هي السي، فالقيم اللي على يسارها هذه جهة اليسار، هذه اللي هي سي سالب، وهذه الجهة هي اللي بتصير سي موجب، فبالتالي هذه القيم من جهة اليسار وهذه القيم من جهة اليمين. طبعا أنواع النهايات، عندي نهاية عند نقطة، لاحظ الإكس هنا تذهب إلى رقم، إلى 2، إلى 5، إلى 0، إلى 10، إلى رقم، يعني إلى أي أيا كانت هذه الأي، فبالتالي هذه نسميها نهاية عند نقطة. وقد تكون دالة أحادية التعريف، يعني اف اكس تساوي كذا كذا كذا، وقد تكون دالة متعددة التعريف، فيقول لك اف اكس تساوي مثلا الدالة الفلانية، مثلا الدالة الفلانية عندما تكون اكس أكبر من الاي، والدالة الفلانية لما تصير اكس اقل من الاي، فيصير الدالة اكثر من تعريف. فهذه حالتين ان شاء الله حنتطرق لها. كذلك عندي النهاية التي تذهب الى ما لا نهاية، وسميناها سلوك طرفي التمثيل البياني،
إذا هنا أنا ما راح أبحث عند نقطة، وإنما سأبحث عند المالا نهاية، أي سلوك الدالة مثلا من جهة اليمين ومن جهة اليسار، يعني من جهة الموجب ما لا نهاية على اليمين جدا وعلى اليسار جدا. وطبعا عندي أيضا حالتين، عندي دوال كثيرات الحدود وعندي الدوال النسبية أو الدوال الكسرية. خلونا نشوف الآن، نبدأ فيها حالة حالة. حنبدأ بالحالة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. النهاية عند نقطة، عندي الدوال أحادية التعريف. طبعا بالنسبة للدوال أحادية التعريف للحل الجبري، نقوم بالتعويض المباشر بقيمة A مكان الـ X، يعني أنت عندك ليميت الـ X تذهب إلى A لـ F X، عوض الـ A مكان الـ X. هنا راح يخرج لك أحد ثلاثة نواتج. الناتج الأول ممكن يظهر لك عدد حقيقي، وهنا خلاص إذا طلع لك عدد حقيقي راح تقول أن النهاية موجودة. ممكن يطلع لك عدد غير معرف، مثلا جذر سالب أو عدد على صفر، فبالتالي هنا راح تقول النهاية غير موجودة. أو يطلع لك صفر على صفر، إذا طلع لك صفر على صفر هذه سميناها صيغة غير محددة، صيغة غير محددة. فهنا يجب عليك أنك تحدد قيمة النهاية، يعني لأنها صيغة غير محددة عاد أنت الله يعينك أنك إيش أنك تحددها، إما أنك تستخدم التحليل أو تستخدم انطاق الجذر. لو كان جذر عندك نستخدم انطاق الجذر، لو كان عندك تحليل استخدم التحليل. إذا راح نشوف الحين كيف نتعامل مع كل طريقة من هالطرق هذه. شوف معي المثال اللي تو أخذناه، قلنا لو عوضنا هنا في 2 تعويض مباشر فيصير سالب 3 في 2 زائد 1، حيعطيك هنا كم؟ حيعطيك سالب 6 زائد 1 حيعطيك سالب 5. هذا على مستوى الحل الجبري، إن عوضت تعويض مباشر. أما على مستوى الشكل فلاحظ أنت عند الاثنين لو نزلت الآن عند القيم التي تقترب من 2 من اليمين واليسار، تلاحظ أن الدالة تقترب من إيش؟ من السالب 5 من جهة اليمين ومن جهة اليسار. أما على مستوى التعزيز العددي بإمكانك أنت أنك أيضا زي ما قلنا نضع قيم تقترب من 2 من جهة اليمين ومن اليسار وبتطلع هنا أيضا سالب 5. خلونا نشوف مثال ثاني. مثلا هنا لو جيت قال لك عوض بسالب 6 وابغاك تحل حل جبري، فانت تعوض تقول ايش؟ جذر سالب 6 زائدا 5 اللي هي تساوي ايش؟ جذر سالب 1. طبعا احنا واحد يقول لي جذر سالب 1 تساوي اي، نعم، لكن احنا في النهايات والتفاضل والتكامل نتعامل مع الاعداد الحقيقيه. ها اذا هنا احنا نشتغل على مجموعه ار، ما نشتغل على مجموعه الاعداد المركبة. في شيء ثاني اسمه التحليل المركب، هذا بعدين في الجامعة اللي بتخصص يعني في الرياضيات، لكن احنا في شغلنا في المرحلة الثانوية وحتى في الجامعة في الغالب حنتعامل مع الأعداد ليش؟ الأعداد الحقيقية. فهذا نقول عنه في الأعداد الحقيقية انه ايش؟ انه غير معرف، وبالتالي تكون النهاية غير موجودة. من يوم يكون غير معرف على طول تقول النهاية غير موجودة، لأن هذا لو تجي انت ترسمه اصلا حتجد هذه دالة جذرية عليها إزاحة نحو اليسار بمقدار 5 خطوات نحو اليسار، ها درس الدوال الأم والتحويلات الهندسية، وجاية بهذا الشكل. يعني لو كان هذا محور واي، الدالة الجذرية هذه رسمتها، فبالتالي عند السالب 6 حتكون الدالة غير معرفة. طيب نشوف المثال هذا، قال لك ليميت اكس تذهب الى 3. طبعا انت من حيث الرسم البياني حتجي تشوفها من جهة اليمين الان، شوف هذه من جهة اليمين ومن جهة اليمين ومن جهة اليسار، لاحظ انها تقترب من هذه القيمة اللي هي تساوي 6، وكذلك لما سوينا التعزيز العددي قربنا من 3 من جهة اليمين ومن جهة اليسار، نلاحظ ان القيم هنا سوف تذهب الى 6. لكن على مستوى الحل الجبري لما تجي تعوض انت هنا في هذه الدالة، عوض لي ب3 بتصير 9 ناقصا 9 و3 ناقص 3 بتعطيك ايش؟ 0 على 0، اللي هذه قلنا عنها انها حالة عدم تعيين أو صيغة غير محددة. فهنا قلنا لازم نستخدم إما التحليل أو إما انطاق الجذر. طيب أحلل البسط ولا أحلل المقام؟ طب واضح أنك بتحلل البسط لأنه هو اللي من الدرجة الثانية، أما المقام فهو كثيرة حدود أولية لا تحلل، فبالتالي أحلل البسط. كيف أحلل البسط يا شباب؟ حقول أنه والله هذا عندي فرق بين مربعين A تربيع ناقصا B تربيع يساويها A ناقصا B في A زائدا B، وبالتالي حقول X تربيع ناقص 9 هي عبارة عن X ناقص 3 في X زائد 3، فأقول هنا X ناقص 3 في X زائد 3 على X ناقص 3. طبعا الآن تقوم بعملية الاختصار، فتختصر X ناقص 3 مع X ناقص 3، وبالتالي ايش راح يبقى معك؟ راح يبقى معك ليميت لما الـ X تؤول إلى 3 لـ X زائد 3، تعوض الحين مرة ثانية و3 زائد 3 تساوي 6. إذا وصلنا إلى نفس النتيجة بأكثر من طريقة. ناخذ المثال الثاني هذا أيضا، لو حبيت أنا الحين أعوض تعويض مباشر
حيطلع معاي الناتج هنا سالب 4 تربيع حاصل 16 ناقص الناقص 4 حاصل زائد 4 ناقصا 20، وعندك هنا سالب 4 موجب 4، وبالتالي حيعطيك 0 على 0 أيضا. نحتاج إن احنا نقوم بعملية التحليل، نحلل البسط أم المقام؟ نحلل البسط طبعا لأنه هو اللي من الدرجة الثانية. أحيانا يكون المقام هو اللي من الدرجة الثانية، تحلل المقام عادي، يعني تحلل أنت أما البسط وأما المقام. نبحث عن عددين حاصل ضربهم سالب 20 وحاصل جمعهم سالب 1، طبعا بلا شك أنه x ناقص 5 وx موجب 4 على x موجب 4. بعملية تحليل بسيطة طبعا الـ x موجب 4 تروح مع الـ x موجب 4 الآن، وش يبقى معاك؟ يبقى معاك ليميت لما الـ x تؤول إلى سالب 4 لـ x ناقصا 5. تقوم الآن بالتعويض فتقول سالب 4 مكان الـ x مع سالب 5 يعطيك سالب 9، إذا الجواب هنا سالب 9. ولاحظ هنا أيضا لما جينا حسبنا الدالة من جهة اليمين عند سالب 4 من جهة اليمين من جهة اليسار أعطتني قيمة تقترب من إيش؟ من السالب 9. إذا التقدير البياني يؤكد كلامي في التحليل الجبري. ناخذ واحدة على انطاق الجذر، برضو لو أنت حسبت هذه الآن وعوضت بـ9 حيطلع معك جذر الـ9 اللي هو 3 ناقص 3 على 9 ناقص 9، اللي هتعطيك 0 على 0. طبعا هنا تستخدم انطاق الجذر، انطاق الجذر حتستخدم فيه القاعدة اللي نفسها الفرق بين مربعين اللي هي تقول A ناقص B في A زائد B حتساوي A تربيع ناقص B تربيع. فراح أجي أقول الآن ليميت لما الـ X تؤول إلى 9 عندك جذر X ناقص 3 على X ناقصا 9 أضربها في مرافق الجذر، فهنا مرافق الجذر اللي هو جذر x زائدا 3، وهنا جذر x زائد 3، ولما نضرب شيء في البسط اضرب نفسه في ايش؟ في المقام، عشان ما يصير انا اضرب حتى ما يختل، يعني زي ما اكون ضربت في 1. الان اجي اقول ليميت x تؤول الى 9 اشوف وش اخرج فيه. الان عندك عفوا عندك الان جذر x ناقص 3 في جذر x زائد 3، لو قلنا جذر x ناقص 3 في جذر x زائد 3 هنا لاحظ معي راح اربع الاول، ربع الجذر x حيصير x ناقصا، ربع الثلاثة حتصير 9، فهذا حيعطيني البسط حيصير كم؟ حيصير x ناقصا 9. وتحت انت عندك ايش؟ عندك 9 x ناقص 9 في جذر x زائدا 3. الآن تقوم بعملية الاختصار الطبيعية فتختصر هذه مع هذه، طبعا نختصرهم على مبدأ ضرب وقسمة، فأي شيء تختصره تحط مكانه إيش؟ مكانه 1. فبالتالي حيصير معك هنا ليميت اللي بقى معايا الحين x تؤول إلى 9 لـ1 على جذر x زائدا 3، أعوض الحين فيصير 1 على جذر 9 زائد 3 اللي هي تصير 1 على 3 زائد 3 اللي هي تصير كم يا شباب؟ تصير 1 على 6. وبذلك يعني نكون أخذنا فكرة شاملة لهذا الموضوع. لاحظ معي هنا أيضا هذه الدالة حتطلع 1 على 0، ولكن لوجود التربيع حيصير الجهتين كلها سوف تذهب إلى موجب ما لا نهاية، فهذه من التقدير البياني. نلاحظ أنه من جهة اليمين حتصير موجب ما لا نهاية، ومن جهة اليسار حتصير موجب ما لا نهاية، فهنا كلها حتعطيني موجب ما لا نهاية، فبالتالي نقول أن النهاية موجودة. لكن في حالات أحيانا تكون النهاية غير موجودة، شوفوا معي الحالة هذه. لاحظ هنا لما جيت أنا أشوف النهاية عند الصفر، لاحظت عند الصفر من جهة اليمين صاعدة إلى موجب ما لا نهاية، وعند جهة الصفر من اليسار نازلة إلى سالب ما لا نهاية، فهنا تزداد قيم x بشكل غير محدود عند اقتراب x من العدد c من اليسار، وتتناقص بشكل غير محدود عند اقتراب ال x من جهة اليمين أو العكس. لاحظ هنا صاعدة إلى موجب ما لا نهاية وهنا إلى سالب ما لا نهاية، فبالتالي لا أستطيع الحكم بأنها إيش؟ بوجود النهاية، فهنا النهاية تكون غير موجودة. أو يجيك مثل هذه الحالة اللي يقول قدر قيمة الدالة عند الصفر، طيب الدالة هنا متذبذبة بشكل يعني كبير جدا، ما أقدر أنا حتى لو أزوم مثلا الآن ما أقدر أنا أعرف والله كم قيمة الدالة عند الصفر، فهنا نقول أيضا أن النهاية غير موجودة. ننتقل الآن إلى الدوال متعددة التعريف، كيف أتعامل معها؟ بكل بساطة راح أحسب النهاية من اليمين وأحسب النهاية من اليسار بالتعويض المباشر أيضا، وفي حال أن تساوت النهاية من اليمين مع النهاية من اليسار فراح أقول أن النهاية موجودة، وفي حال أنهم ما تساووا فبالتالي راح أقول أن النهاية غير موجودة، راح أقول النهاية غير
موجودة. لأخذ مثالين على هذا الكلام، لاحظ هنا عندك الليمت x تذهب إلى 4 وأعطاك هالدالتين، راح تحسب من اليمين ومن اليسار، فاحسب x تذهب إلى 4 من اليمين، على يمين الأربعة اللي أكبر منها ولا اللي أصغر منها؟ لو كان عندك خط الأعداد هنا اللي على يمين الأربعة هيكون الأكبر منها، فبالتالي تعوض في هذه، فأقول x تربيع زائدا 1، عوضها في 4 الحين راح تصير 16 زائد 1 يساوي كم؟ يساوي 17. نجي الحين إلى نعوض 4 من اليسار، من اليسار بتعوض في هذه اللي هي كم؟ 3x ناقص 5، عوض الحين في 4 هيصير 3 في 4 ناقص 5 هتصير 12 ناقص 5 هتصير 7. هل ال 17 تساوي 7 يا شباب؟ طبعا لا تساويها، وبالتالي هنقول ان الاكس النهايه اللي اكس من الاربعه من اليمين لا تساوي النهايه من وين؟ لاربعه من اليسار، وبالتالي راح نقول ان النهايه غير موجوده، النهايه غير موجوده. ها؟ ليه؟ لأن النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار. لكن لما نجي هنا أحسب الحين إيش راح أقول؟ راح أحسب الحين ليمت الإكس تذهب إلى 2 من جهة اليمين، من جهة اليمين اللي هي الأكبر منها، فتصير الإكس تربيع ناقصا 3، عوضها باثنين تصير إيش؟ 2 تربيع اللي هو 4 ناقصا 3 اللي هي بتصير كم؟ بتصير 1. ونجي نحسب النهاية لما إكس تذهب إلى 2 من جهة اليسار، عوضها في اللي أصغر منها اللي هي 3 في إكس ناقص 5، فتصير 3 في 2 اللي هي 6 ناقص 5 اللي هي تساوي 1. لاحظ هنا النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، وبالتالي راح أقول أن 2 من جهة اليمين لإف أوف إكس تساوي النهاية من وين؟ من جهة اليسار لإف أوف إكس، وبالتالي نقول هنا أن النهاية موجودة، النهاية موجودة، ونقول أنها تساوي كم؟ كلها النهاية تساوي 1، لأن كلهم يساوون 1، فبالتالي إذا اتفق النهاية من اليمين مع النهاية من اليسار زي هنا خلاص نقول النهاية موجودة لأنهم يعني كذا اتفقوا مع بعض. لكن لما نصير هنا وهذا مصر على رأيها أنها 17 وهذه مصر على رأيها أنها 7، نقول خلاص النهاية غير موجودة، ما لقينا حل ل يعني هالمشكلة هذه. طيب نجي ايضا لاحظ هنا عندك انه اذا كان النهايه من اليمين لا تساوي النهايه من اليسار راح تكون ايش؟ راح تكون النهايه غير موجوده. قلنا اذا كانت النهايه من اليمين لا تساوي النهايه من اليسار، مثل المثال هذا، على اليمين الصفر تساوي موجب 2 وعلى اليسار الصفر تساوي سالب 2، فبالتالي النهايه حتكون هنا غير موجوده. ننتقل الان للنهايه عند الما لا نهايه. الان راح نصل الى النهايه عند ما لا نهايه. خلينا نشوف اول شيء نتعرف على خواص العدد ما لا نهايه، يعني ما هو العدد ما لا نهايه. اذا كان لدي عدد حقيقي موجب a فاوجد ما يلي: ما لا نهايه لو زودت عليها a. ما لا نهايه زي البحر، يعني لو جيت انت زودت عليه a يظل بحر يعني. ها، فمثلا لو واحد راح مثلا منطقه الدمام وراح الكورنيش ومعاه قاروره مويه صغيره وكبها في البحر، هل بيزيد البحر؟ يعني ما راح يزيد البحر، فتظل ايش؟ ما لا نهايه. او لو جيت اتخذت من البحر قاروره مويه يعني صغيره، هل بيتاثر البحر؟ لا يتاثر البحر. اذا ما لا نهايه سواء زودت عليها او نقصت عليها ستظل ايش؟ ما لا نهايه. ما لا نهايه لو ضربتها في اي، طبعا لاحظ الاي عدد موجب، ها الاي عدد موجب، ستظل اي. طيب سالب ما لا نهايه زائد اي ستظل سالب ما لا نهايه. طيب سالب ما لا نهايه ناقص اي ستظل ايضا سالب ما لا نهاية. طيب ما لا نهاية ضرب سالب A يقول لك إن ما لا نهاية تتأثر بالإشارة، تتأثر بالإشارة ولكن لا تتأثر بالعدد، ها؟ فصارت سالب ما لا نهاية. طيب ما لا نهاية بقسمها على A هتعطيني ما لا نهاية. طيب A بقسمها على ما لا نهاية، تعرفون A بقسمها على ما لا نهاية زي إيش؟ زي واحد مع ريال بيوزعه على مثلا سكان المملكة كلهم، ها؟ فكل واحد راح يصير له نصيب من هالريال هذا، ولكن فعليا يعني لو تروح عند سوبر ماركت تقول له بشتري من نصيبي من الريال هذا يقول لك يا اخي ما يسوى شيء، صح ولا لا؟ فبالتالي راح نقول ان هنا ان الاي تقسيم ما نهايه تساوي ايش؟ تساوي صفر، ولكن هذا الصفر مجازي، ها؟ اذا راح نقول انه صفر ولكن مجازا، ولكن على ارض الحقيقه لا يمكن اني اقسم عددين موجبين ويطلع الناتج صفر، ولكن راح نقول ان هذا العدد يقترب من الصفر، يقترب جدا من ايش؟ من الصفر. طيب ما لا نهايه زائد ما لا نهايه؟ ما لا نهايه. ما لا نهاية ضرب ما لا نهاية برضو ما لا نهاية. سالب ما لا نهاية ضرب ما لا نهاية هيكون سالب ما لا نهاية. سالب ما لا نهاية ضرب سالب ما لا نهاية قلنا يتأثر بالإشارة فصير موجب ما لا نهاية.
طبعا اي اسمه لنهايه، تذكرون احنا اخذنا في الدوال الاسيه، ها قلنا اذا كانت الاي داله نمو، اذا كانت الاي اكبر من واحد حيتكون ما لها نهايه، واذا كانت الاي تساوي واحد حيكون ناتج يساوي واحد، واذا كانت داله اضمحلال حيعطيني ايش؟ صفر. يعني لو اخذت نص مثلا اسمه لنهايه حيعطيك صفر، لكن لو اخذت اثنين اسمه لنهايه حيعطيك ما لا نهايه، وواحد اسمه لنهايه حيعطيك واحد، لان واحد ضرب واحد ضرب واحد ضرب واحد حيعطيك ايش؟ واحد. هذه خواص العدد ما لا نهايه. عندي حالات لعدم التعيين، شوف معي الحاله الاولى انه يعطيك ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، او ما لا نهايه تقسيم ما لا نهايه، وطبعا في حالات اخرى ولكن هذه اشهر حالتين عندنا. طيب ننتقل الان الى التطبيق العملي، كيف احسب النهاية عند المالانهاية؟ يقول لك قم باختيار الحد الأكبر أسا مع المعاملات، ثم نقوم بالتعويض بموجب وناقص ما لا نهاية المباشر. يعني أنا أعوض في الحد الأكبر أسا. أول شيء خلنا ناخذ هذول المسائل البسيطة بعدين نطبق هذه القاعدة. الآن عندك سالب ما لا نهاية، عوض، فتقول ثلاثة على ما سالب ما لا نهاية. طيب سالب ما لا نهاية 3 ريال بتوزعها على الكرة الأرضية، قلنا كل واحد كم نصيبه حيكون؟ حيكون نصيبه صفر. صفر زائد اثنين طيب كم؟ حيكون اثنين. لذلك شوف الدالة هنا عند الموجب ما لا نهاية، ها كم صارت؟ اثنين، رايحة للاثنين، هذا واحد وهذا اثنين، ها، ومن جهة اليسار برضو رايحة عند ايش؟ رايحة عند الاثنين. هنا برضو لاحظ هنا لو عوضت ما لا نهاية واحد على ما لا نهاية، معك ريال بتوزعه على الكرة الأرضية، كل واحد ياخذ كم؟ حيصير نصيبه حيصير صفر. فلاحظ الدالة من هنا رايحة لوين؟ رايحة للصفر، ومن هنا رايحة للصفر. هل تلمس الصفر؟ لا، وإنما تقترب منه، إذا من جهة اليمين ومن جهة اليسار. الآن يا جماعة الخير، إذا جاب لي دوال كثيرات حدود، كل ما عليك إنك تسويه إنك تاخذ الحد الأكبر أسا، تاخذ الحد الأكبر أسا مع معاملاته طبعا، ها مع معاملاته، ثم تقوم بالتعويض المباشر. طيب بقية الحدود، بقية الحدود لا تؤثر، إذا أنا اللي يتأثر معاي اللي هو الحد ليش؟ الحد الأكبر. خلونا نشوف الآن، فمثلا هنا ما هو الحد الأكبر؟ إكس تذهب إلى سالب ما لا نهاية لخمسة إكس أس 4. أعوض الحين فأقول 5 في سالب ما لا نهاية أس 4، فبالتالي سالب ما لا نهاية أس 4 تصير كم؟ السالب يبقى ولا يذهب؟ لا يذهب السالب، لماذا؟ لأن هنا الأس إيش؟ أس زوجي، فيصير 5 ضرب ما لا نهاية. طيب 5 ضرب ما لا نهاية تعطيك إيش؟ تعطيك ما لا نهاية. نفس الشيء هنا بأخذ أنا الحد الأكبر أسا، ما هو الحد الأكبر أسا؟ طبعا بلا شك أنه هو السالب إكس تربيع، فأنا بأخذ مع العلامة حقته مع إشاراته، فأعوض الحين فيصير سالب في ما لا نهاية تربيع. لاحظ السالب ما له علاقة في التربيع، فبالتالي هنا حيصير عندك سالب ما لا نهاية، فيصير الناتج سالب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية. برضو هنا ببحث عن الحد الأكبر أسا، فأجي أقول هنا إكس تذهب إلى سالب ما لا نهاية ليش؟ لإكس تكعيب، فبالتالي راح أقول أعوض الحين في إكس تكعيب، فيصير سالب ما لا نهاية أس 3. السالب الحين يبقى ولا يذهب؟ لا يبقى السالب، فيصير سالب إيش؟ سالب ما لا نهاية. إذن كل ما عليك إنك تسوي إنك تاخذ الحد الأكبر أسا، تاخذ الحد الأكبر أسا. طيب واحد يقول يعني لو جاني مثلا ليميت إكس تذهب مثلا إلى ما لا نهاية، حلو، إكس أس 4 مثلا زائدا مليون مثلا إكس أس 3، ماشي، خلينا نفهم حاجة، يعني معقول الاكس اس 4 هي اللي تاثر ومليون اكس اس 3 ما تاثر؟ يعني هل معقول هذا الشيء؟ واخذ الاكس اس 4 وهذه خلاص اتركها؟ يعني فقط اللي ياثر على الجواب هو الاس الاكبر؟ اقول لك نعم. ليش؟ لان الاكس اس 4 هي تساوي اكس في اكس اس 3، صح ولا لا؟ اكس اس 4 تساوي اكس اس 1 في اكس اس 3، وانت في النهايه حتعوض الاكس بايش؟ ما لا نهايه. ها فأيهما يؤثر أكثر، ما لا نهاية ضرب إكس أس 3 ولا مليون إكس أس 3؟ بلا شك ما لا نهاية عدد أكبر من مليون بكثير، وبالتالي هو اللي راح يؤثر أكثر، لذلك إحنا نبحث عن الأس الإيش؟ الأس الأكبر فقط. يلا خلونا نشوف الحين، إذا جتني دوال كسرية ماذا أفعل؟ إذا جتني دوال كسرية ماذا أفعل؟ كذلك راح آخذ الحد الأكبر بس من البسط والمقام، آخذ أكبر واحد في البسط وأكبر واحد في المقام، يعني أروح البسط أقول وين أخوكم الكبير، وأروح المقام أقول وين أخوكم الكبير، وكل واحد يجي معي إيش؟ مع المعاملات حقته، وبعدين إيش؟ أختصر البسط وأختصر المقام، وبعدين أقوم بعملية التعويض. فمثلا هنا أقول ليمت إكس تذهب إلى سالب ما لا نهاية، وين أكبر أس في البسط؟ طبعا ما عندي إلا الخمسة هي لحالها، وهنا أكبر أس اللي هي إكس، أعوض الحين فيصير 5 على سالب ما لا نهاية، زي اللي بيوزع 5 ريال على الكرة الأرضية، قلنا بيصير كم الناتج؟ بيصير صفر.
طيب هنا نفس الشيء، أبجي أقول هنا limit الإكس تذهب إلى ما لا نهاية، آخذ أكبر أصف البسط اللي هو إيش؟ سالب 3 إكس تربيع، أكبر أصف المقام اللي هو إيش؟ 5 إكس. الآن أترك المعاملات كما هي اللي هي إيش؟ سالب، أقول ليميت إكس تؤول إلى ما لا نهاية، المعاملات كما هي سالب 3 على 5، إكس تربيع على إكس هذه لما نجي أختصرها وش يبقى لك؟ يبقى لك إكس في البسط ولا في المقام؟ لا في البسط. يبقى لك إكس في البسط، الحين عوض بما لا نهاية، وش راح يصير؟ يصير سالب 3 على 5 ضرب ما لا نهاية، سالب في موجب حيعطيك سالب ما لا نهاية بهذا الشكل البسيط. هنا نفس الشيء، راح آخذ أكبر أس في البسط وأكبر أس في المقام، أكبر أس في البسط اللي هو 7x تكعيب، وأكبر أس في المقام اللي هو 2x تكعيب. طبعاً لاحظ هنا معي أن الإكس تكعيب راحت مع الإكس تكعيب، ويبقى معك إيش في نهاية المطاف؟ يبقى معك 7 على 2 أو 3.5، ها إذا هذا هو ناتج النهاية. ولاحظ معي إنه إذا صار الأس المقام أكبر فبالتالي المقام حيكون أكبر، وبالتالي حيكون ناتج صفر. إذا كان أس البسط أكبر حيكون إما موجب أو سالب ما لا نهاية، وإذا صاروا متساويين أس البسط وأس المقام فبالتالي حتاخذ معامل اللي فوق اللي هو 7 على معامل اللي تحت، يعني كطريقة مختصرة للإجابة. ولكن الطريقة بالتفصيل إنك تاخذ أكبر أس في البسط وأكبر أس في المقام بكل يسر وبكل سهولة. طيب نهاية المتتابعات نفس نهاية اللي هو الدوال، يعني ما في مشكلة عندي فيها، لكن وش الميزة اللي في المتتابعات؟ الإكس عادة ممكن تروح الموجب ما لا نهاية، وممكن الإكس تروح إلى سالب ما لا نهاية، لكن الإن عندي أنا دائما تبدأ 1 2 3 وتذهب إلى إيش؟ تذهب إلى موجب ما لا نهاية، إذن هنا ما فيها سالب ما لا نهاية، إذن الإن دائما تذهب إلى موجب ما لا نهاية فقط، ها؟ إذن ما فيها سالب ما لا نهاية، فإذا قال لك أوجد نهاية المتتابعة فأنت تقول أبغى أجيب النهاية لما الإن ها لي بي إن، الإن تذهب إلى ما لا نهاية، وهنا أقول الإن تذهب إلى موجب ما لا نهاية لـ A أس إن. طيب كيف كنا نتعامل مع الدوال الكسرية تذكرون؟ وش قلنا قبل شوي؟ ها وش قلنا؟ قلنا ناخذ أكبر أس في البسط مع أكبر أس في المقام، ما هو أكبر أس في البسط اللي هو 3، إنه أكبر أس في المقام اللي هو الإن. الحين وش راح أقول؟ راح أختصر الإن مع الإن، وش يطلع الناتج يا جماعة الخير؟ ها راح يطلع الناتج يساوي 3، راح يطلع الناتج يساوي 3. وهنا نفس الكلام، لو أجي أنا بقول هنا إن هذا تساوي ليميت لما الإن تذهب إلى ما لا نهاية لهذه، طبعا هذه آخذ أكبر أس في البسط، ما هو أكبر أس في البسط هنا؟ تأخذ الخمسة، شوف الخمسة هذه تضربها في الإن تربيع، وهذه لو فكيتها ها هتطلع معاك إن تربيع، فخمسة في إن تربيع في إن تربيع يعطيك 5 إن أس 4 بدون ما تفك، أنت تتنبأ ها الإن تربيع وإن تربيع وخمسة، وتحت عندك 4 إن أس 4، فلاحظ هنا الإن أس 4 بتروح مع الإن أس 4، يبقى لك الناتج كم؟ يبقى لك 5 على 4 بكل يسر وبكل سهولة. بذلك يعني نكون انتهينا من الموضوعات هذا الدرس. خلونا ناخذ كذا بعض الأسئلة من أسئلة الاختبارات. يقول لك يجب أن تكون الدالة معرفة عند نقطة لإيجاد النهاية عندها، احنا قلنا لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، يهمني من جهة اليمين ومن جهة اليسار، لكن عند النقطة لا يشترط ذلك، إذن هنا خطأ. يقول لك إذا كانت الدالة تتذبذب قيمتها عند نقطة ما فإن النهاية تكون عندها غير موجودة، هذا صحيح، مثل المثال اللي شفناه حق الدالة هذه اللي كانت كذا. طيب هنا قال لك ليمت هذه تساوي 11، نعوض يلا، سالب 2 تربيع بيعطيك كم؟ 4، ناقص 2 في سالب 2 حيصير موجب 4 زائد 3، كم صارت هذه؟ صارت 11، إذا هذا الكلام صحيح. النهاية هذه موجودة والغير موجودة، نعوض من جهة اليمين ومن جهة اليسار، عند x يساوي 3، عوضوا لي ب3 هنا ايش بتصير؟ بتصير 9 ناقص 6 زائدا 1، 9 ناقص 6 3، 3 زائد 1 بتصير كم؟ بتصير من هنا 4، ونشوف من هنا 3 زائد 1 برضو 4، إذا اتفقوا ولا ما اتفقوا من اليمين واليسار؟ اتفقوا، إذا اتفقوا من اليمين واليسار على طول نقول إن النهاية موجودة. لاحظ هنا قلنا ناخذ الحد الأكبر أسا فقط، أما البقية هذولي خلاص أستبعدهم، ما راح يأثرون لي، أثر لي فقط الأخ الكبير، يعني أقول وين أخوكم الكبير؟ هذا أخونا الكبير، خلاص أتفاهم معه. أعوض الحين سالب 3 في ما لا نهاية أس 4، طبعا ما لا نهاية يصير سالب 3 في ما لا نهاية حيعطيك سالب ما لا نهاية، وهنا أكتب لك موجب، إذا هنا الجواب حيطلع خطأ.
نيجي نشوف أيضا الخيارات، هنا قالك x تؤول إلى 2، طبعا لما تعوضها هنا حيطلع معاك كم؟ لو عوضنا التعويض المباشر حيطلع معاك 4 زائدا 4 8، 8 ناقص 8 حيطلع معاك 0 على 0، فبالتالي تحتاج إلى أن تقوم بعملية التحليل. يلا نحللها، هذه نبحث عن عددين، حاصل ضربهم سالب 8 وحاصل جمعهم 2، طبعا الأربعة والاثنين، فبالتالي حقول هنا أن x زائدا 4 و x ناقصا الاثنين على x ناقص الاثنين، والليمت لما ال x تذهب إلى 2، طبعا ال x ناقص 2 تروح مع ال x ناقص 2. الآن تعوض 2 زائد 4 حتعطيني كم؟ حتعطيني 6، وهنا راح أقول نهاية المقدار حتاخذ أكبر أس من البسط اللي هو 6 وأكبر أس من المقام. لاحظ الأسس متشابهة، ال x تربيع تروح مع ال x تربيع، يبقى لك 6 على 3 اللي هي تساوي 2. بذلك يعني كل يوم تعرفنا على النهايات، تعرفنا النهايات من جهة واحدة، وتعرفنا على النهاية عند نقطة دوال أحادي التعريف والدوال متعدد التعريف، تعرفنا على النهاية عند ما لا نهاية دوال الكثيرات الحدود، قلنا ناخذ الأخ الكبير، والدوال الكسرية ناخذ الأخ الكبير من البسط ومن المقام، ونهاية المتابعات، وأنهينا درسنا بالتقويم. أشكر لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.